جاء عبد الله بن مسعود ليشهد هذا المشهد. الناس نيام وشعلة من نار في طرف المعسكر، ورسول الله وأبو بكر وعمر يحفرون حفرة ليدفنوا فيها رجلا. ينظر عبد الله بن مسعود من هذا الرجل، فإذا هو عبد الله ذو البجدل الغريب الذي ترك بلده، الذي ترك أهله، الذي ترك النعيم وجاء ليبذل نفسه في سبيل الله، ولم يقدر له أن يقتل بالسيف، ولكن قدر الله له أن يقتل في سبيل الله في المعركة أثناء إقامتهم بتبوك. فكأنه ناله هذا الحديث الذي سمعه وطلبه قبل ذلك منذ أيام. يقول عبد الله بن مسعود: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر وعمر: أدنيا مني صاحبكما. ونزل رسول الله في حفرته: أدنيا مني صاحبكما، ونزل هو في حفرته. فلما أدنياه وأخذه بيديه رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إني قد أمسيت راضيا عن عبد الله بن نعم، فارض عنه يا رب. ويدليه رسول الله بيده في حفرته. يقول عبد الله بن مسعود: لقد أسلمت قبله بخمس عشرة سنة، ولا ويا ليتني كنت مكان صاحب هذه الحفرة. أنا أبلغ 15 سنة مسلم، ولكن نال من مزايا وفضائل أكرمه الله تعالى بها ورسوله الكريم ما لم أنله أنا. ينزله رسول الله بيده إلى حفرته، ثم ينادي ويناجي ربه: اللهم إني أمسيت راضيا عن عبد الله ذي البجادين، فارض عن. هذا الجزاء يا أيها الأحبة لمن يضحي بكل شيء في سبيل الله، وهذا شأن هذا الرجل رضي الله تعالى عنه. فإن لم يستطع الواحد منا أن يضحي بكل شيء، ولا بنصف كل شيء، ولا بربع كل شيء، فليبذل شيئا يسيرا مخلصا به لوجه الله، لعله يلتحق بسلسلة هؤلاء الأكارم رضي الله عنهم وأرضاهم. وجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين.